كنجتمعوا في المدينه ديال اكادير كمسؤولين حزبيين للتفاعل مع النقاش اللي كاين في المجتمع المغربي. كاين حقيقه اليوم ما يمكنش ننكروا بانه كاينه وضعيه اجتماعيه اللي هي معقده، ولكن السؤال اللي كنطرحوه واش هذه الوضعيه الاجتماعيه وما يسمى احيانا بالاحتقان الاجتماعي واش هو وليد اليوم؟ واش هو وليد هاد الثلاثه اشهر فين دبرات الحكومه ديال عزيزه خنوش التدبير؟ احنا اليوم كنقولوا بان ورثنا واحد الحكومه واحد الوضعيه اللي هي صعبه. كنهضروا اليوم على الشح في المياه، كون استثمرنا في المياه لمده 10 سنوات برامج كبرى ما كناش غنوصلوا لهذه الوضعيه. كنهضروا على الاحتقان في القطاع ديال التعليم والوضعيه ديال التعليم، وكنهضروا على الوضعيه ديال الصحه. كون استثمرنا في التعليم والصحه بدوك الاموال اللي كنا حيدناها من صندوق المقاصه ب 80 مليار، واش هذه هي الوضعيه اللي غادي تكون اليوم في التعليم؟ اذا اليوم ورثنا واحد الوضعيه صعبه كنتحملوا فيها المسؤوليه. نهار دخلنا انتخابات ما كناش معولين اننا ندخلوا الجنه سياسيه، حنا كنا معولين انه داخلين تحدي حقيقي. ولكن التوترات اللي كاينه اليوم عالميه، الشح ديال الامطار زاد تعقدات الامور، وهذا الشيء كيفرض علينا حاجه واحده، انه نسرعوا في الوتيره ديال العمل. البرنامج اللي عندنا اللي حطيناه البرنامج الحكومي برنامج طموح، ولكن اليوم خصو يتخدم بوتيره اسرع، وكنظن بان الحكومه التقطت هذه الرساله. الوتيره باش خدام اليوم رئيس الحكومه واللقاءات ديالو مع النقابات ديال التعليم والنقابات ديال الصحه والنقابات ديال لي ترونسبورتور ديال المهنيين ديال النقل ومجموعه والفرقاء السياسيين اللي معنا في الاغلبيه، كتاكد بانه التقطت الرساله لتسريع وتيره العمل باش نعالجوا ما امكن يعني الوضعيه الاجتماعيه اللي كاينه عند المواطن المغربي، ونجاوبوا على التساؤلات ديالو المشروعه. ما كاين الناس في داخل الحزب كيقولوا بان كاين جهات تتامر باش الناس يخرجوا للشارع. لا كاين هذا الغلاء، هذا الضغط الاجتماعي اللي كاين عند المواطن. لا هو لا ترتقي لان نسميه جهات، لان هي واضحه اكيد انه راه حنا جينا في انا نقول لك حنا جينا في بصناديق الاقتراع، وصناديق الاقتراع فيها فائز وفيها اللي توفق وفيها اللي ما توفقش، وهذاك اللي ما توفقش راه اكيد انه راه ماشي غادي يخليك يصفق لك باش تطبق واحد البرنامج اللي الا طبق وهو ما عارفين بانه غيطبق غادي تاثر على الوجود ديالو السياسي. راه اليوم اذا كان جاب 13 مقعد راه غادي يقدر يزيد بصفر بهذه الوتيره باش خدامه الحكومه في 3 شهور دير تنزل 16 مرسوم ديال الحمايه الاجتماعيه، دير اتفاق تاريخي مع النقابات ديال التعليم، دير اتفاق تاريخي مع النقابات ديال الصحه اللي هما اتفاقات كتمهد للاصلاح اللي ما قدوش يديروه في هاد القطاعين. ملي كدير برامج كبرى ديال التشغيل، ملي كدير اوراش وانت مقبل على الفرصه، هاد الشيء بغيتي الفرقاء السياسيين يجيو يصفقوا لك، اكيد انهم غادي يحرضوا الشارع باش يخرج، اكيد انهم غادي يخرجوا وبينوا راسهم بانهم لا كيقولوا خصنا نعطيو للحكومه الوقت ديالها، ولكن في الخفاء كيجيشوا الكتائب ويجيشوا الناس ديالهم البقايا ديال الاحزاب ديالهم اللي ما توفقاتش باش انها تخرج للشارع. بالتالي اليوم اللي شفنا شكون اللي خرج النهار نهار نهار الحد راه عرفنا مع من حنا، ماشي جهات غافي، الفرقاء السياسيين اللي ما قدوش انهم يتوفقوا في المرحله السابقه. واش انتم كانوا هذا كيروج اليوم بانه رجال الاعمال والمال المقاوله اللي نجحوا في المقاوله كيسيروا وزارات شنو في إدارة شؤون العمل الدولة؟ لا هو الحكم بالفشل، حتى الحكم بالفشل كيحتاج الوقت. اليوم باش نحكم بأنه فشل يقدر شي وزير يفشل، هذا الشيء راه زعما ماشي ملاك، ولكن باش يفشل خصني غير نعطيه الوقت، هو راه كيطبق دابا. أقل في التواصل. التواصل لا، التواصل كنظن بأن الحكومة بعدا مصرة على أنه كل خميس بعد على الأقل، هذيك على الأقل كل خميس كاينة ندوة مواظب عليها الوزير اللي مكلف بالناطق الرسمي باسم الحكومة، كيخرج بتوضيحات باللغة ديال الشعب بالدارجة اللي كيفهموها المغاربة. هذا ناهيك على المبادرات اللي كيقوم بها رئيس الحكومة والبلاغات اللي كتخرج دائما، أما الوزراء الآخرين راه كيشتغلوا والحصيله ديال العمل ديال الحكومه كل اسبوع كتخرج للمغاربه. المواطن كيحس بالغلاء وكيحس به، حتى حنا كنحسوا به على ما حنا الطبقه المتوسطه. الى متى سيرفع هذا الغلاء؟ هو المساله ديال الغلاء المواد الاساسيه، بعض المواد الاساسيه عنده تفسيرات وعنده ما يبرره.
كاين الامور اللي ما كنتجوهاش حنا محليا هنايا، كنجيبوها من 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 السوق الدولي خاصه في الصين وفي دول اخرى، واللي ارتفعت الكلفه ديالها بفعل يعني الطلب العالمي عليها من بعد يعني العوده ديال الاقتصاد بعد الخروج تدريجيا من الجائحه ديال كورونا وارتفاع الكلفه ديال النقل. هاد الامور كيفهموها المغاربه، الا شرحتها لهم كيفهموها. دابا الاجراءات اللي كتقوم بها الحكومه واللي غادي تاثر على هاد الموجه هي اللي خصنا نسرعوا فيها. اليوم اللي كنهضروا على البرنامج ديال 10 المليار ديال مواجهه الجفاف، الوتيره باش خرجت يعني المراسم ديال التطبيق ديالو وتيره جد سريعه. اليوم من اليوم كل شيء عارف محليا كيفاش غادي تفعل هذاك البرنامج وغادي يكون عنده تاثير. الفلاح الصغير لا غيوصل، علاش؟ لان التلوتين غيمشيو فقط الارباب المشاريع الكبيره ديال الضيعات الفلاحيه. لا هو هو حنا القروض وغيرها. لا هو ملي كنتكلموا على مواجهه ديال الجفاف وعلى هذا البرنامج، خصنا نستهدفوا الامور اللي كتنعكس على المارشي ديالنا، على السوق ديالنا الداخليه، بغض النظر على واش فلاح كبير ولا فلاح صغير. الا كان هاد الا كانت هاد الفلاحه الكبرى كتدي لي يعني التضرر ديالها من الجفاف غيدي لارتفاع الاسعار ديال بعض المواد، خصني ندعمها. نفس الشيء بالنسبه للفلاح الصغير اللي عنده هذوك المعيزات ولا عنده بقره وخاصو يجيب جوج خناشي ديال الشعير، خاصو يلقاهم بالثمن المناسب ليه. اذا هنا ما كاينش الفرق بين واش كبير ولا صغير، بغض بقدم ما كاين انه خصنا نمشيو نحافظوا على الاسعار خاصه ديال المواد الفلاحيه، لان مقبلين على شهر رمضان وشهر رمضان كيكون فيه الطلب كثير، فبالتالي خصنا نتفاداو انه يكون شي ارتفاع ديال الاسعار اللي غادي ياثر حقيقه على الوضعيه الاجتماعيه ديال المغاربه، بالاضافه الى كذلك تفعيل ديال الدور ديال اللجان ديال المراقبه اللي خصو يكون خصهم يضربوا بيد من حديد على المضاربين. واش ما كتشوف بان هذا البرنامج الاستعجالي هو مؤقت وانه حان الوقت لمراجعه الرؤيه ديالنا في مجال الفلاحه والسياسه المائيه في المغرب، لانها فلاحه تستنزف الماء وكنصدروا الماء للخارج اكثر ما كنصدروا كنجلبوا بها الطرق. لا هو بالنسبه للمغرب اختار ان يكون بلد فلاحي، والحمد لله اننا بلد فلاحي، وهذا الشيء كتاكدوا مجموعه من المؤشرات، يعني واحد العدد ديال المواد استطعنا ان نحقوا فيها الاكتفاء الذاتي واننا نكونوا فيها رائدين في التصدير. عندنا اشكاليات متعلقه بالماء، عندنا برنامج وطني اللي كنشرف عليه صاحب الجلاله ديال 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 الماء، هذا خصنا نمشيو نسرعوه، خصنا شجاعه سياسيه. انا نعطيك امثله، ملي كنتحدثوا اليوم على مشاريع كبرى ديال تعليه السدود ديال احداث محطات ديال تصفيه المياه، ملي كنتحدثوا عليها هذه مبادرات الحكومة السابقة للأسف الشديد ما استطعتش أنها تخرج واحد العدد كبير ديال المشاريع اللي غادي تأثر على هذه السياسة المائية. لا لا ما كناش كندبروا، كنا كندبروا القطاعات ديالنا، ولكن لا لا ما القطاع ديال الماء ما كناش كندبروه. لا القطاع ديال الماء حنا كنا من أكبر المدافعين على إنشاء المحطة ديال التحلية ديال الدار البيضاء، ولكن للأسف الشديد الشركاء اللي كانوا معنا في الحكومة كان عندهم رأي آخر. لذلك حنا اليوم كنقولوا الاولويه للمشاريع الكبرى اللي غادي توفر هذه المدينه ديال اكادير اللي حنا متواجدين فيها اليوم، استطاعت انها تفك مع المشاكل ديال المياه بفضل المحطه ديال التحليه ديال شتوكائت بها. لذلك اليوم الاشكال اللي عندنا حقيقه هو انه خص تكون عندنا الجراه لاحداث مشاريع كبيره ومشاريع مهيكله بغض النظر على الكلفه ديالها.